طيب انا عايز اسال سؤال، اللي هم دلوقتي انت من امتى عملتي التحليل اللي هو بتاع نقص المخزون؟ نقص المخزون يوم 12/6. يوم 12/6 يوم ما كانت الدوره. طيب وعرفتي ان انت عندك نقص المخزون المبيض؟ حد قال لك المخزون المبيض ده ضعيف جدا؟ قالت لي مفيش امل في اي حاجه. طب يعني انت حاجه دلوقتي عارفه ان مفيش امل في الخلفه خالص؟ بقالك قد كده على ايه؟ طب وما اديتكيش اي ادويه تساعدك عشان ال مفيش اي ادويه، حتى قلت لها الدوره تنزل لي وكده، قالت لي مفيش علاج، قالت لي مفيش حل غير حل واحد بس اللي هو ايه؟ ان حد يتبرع لك ببويضات. بالظبط. طيب هي ما قالتليش غير يعني الدكتوره دي في الكويت ولا في القاهره؟ في الكويت. قالت لك ان هو يعني لازم تتبرعي ببويضه. طيب ما اديتكيش اي تنشيط خالص، منشطات خالص ولا اي حاجه ولا لا اي حل اي حاجه، حتى عشان ده اللي نزلنا اصلا من الكويت. احنا كنا هنقعد بس ده اللي نزلنا. ربنا يستر يعني، ربنا يحفظك. ما رحتش لحد، حتى لما كنت بروح لاي دكتور او على اي علاج لتنزيل الدوره، يعني الدوره هي تنزل بطبيعتها. يعني انت الدوره ما بتجيلكيش اصلا؟ لا هي السنه مالها قد ايه ما بتجيش الدوره؟ انا بقول لحضرتك حاجه، من يوم ما اتجوزت انا ما كانش درجه منتظمه جدا عندي قبل كده. طب ولما انت دلوقتي عملتي تحليل مخزون وقالوا لك ان هو 1/10 او 2/10 صح؟ طيب وقطعت الدوره من ساعه الجواز؟ لا ما قطعتش من قبلها. بتيجي بس بتيجي بكل فتره؟ لا بتيجي مثلا كل شهر ثلاثه. بعد كده السنه اللي انا رحت فيها لجوزي هناك كانت سنه 2019، سنه 2020 جت له كلها. يعني الدوره ما كانتش بتتقطع اصلا. كنت مستغربه جدا، كانت بتجي لي كل شهر. السنه دي هي اللي قطعت. يعني السنه دي الدوره قطعت عند حضرتك؟ ما جاتش خالص. وقالت لك الدكتوره تروحي تعملي تبرع بيه؟ قالت لي اللي هي بيقولوها طفل الانابيب، هي قالت لي كده. ما كنتش فاهمه حاجه. قالت لي، قلت لها وفي فرق بين الحقن والطفل الانابيب؟ قالت لي ايوه، طفل الانابيب تقريبا حد يعني بيبقى السائل المنوي بتاع زوجي وهي بس. هو ده اللي قالته لي، وده اللي فهمته منها. طيب التقلصات اللي كانت بتجيلك في بطنك دي، انت كنت بتحسي ان في حاجه بتتحرك؟ أيوة. تخبطك في البطن؟ أيوة. في البطن. وفي التوقيت ده بالذات. وانت ما فيش حد في العيله عنده اي حاجه او كده بتاع؟ اوكي. ما فيش حد في العيله خالص عنده بيشتكي من حاجه زي كده. طب انت بتحسي الدم بينزل منك او حاجه خالص؟ طب انت الدوره دلوقتي قطع عندك بقى لها قد ايه بالظبط؟ بالظبط ده مهم قوي. 15/6. انا الدوره ما جاتليش من شهر واحد لحد شهر 6. لحد 6؟ وجيت في شهر 6 وبعد كده ما جتش. حضرتك قلقاني يا بابا. والله لا انا مش قلقك وبتاع. والله يعني عارف انا ممكن اطلع من عند حضرتك حالا اصلا. الحمد لله. طيب الدكتورة في الكويت قالت لك انك تنزلي القاهرة تروحي لوائل البنا عشان يبص عليك يعني ولا ايه؟ على فكرة دكتورة هندية. دكتورة هندية. أول ما قالت لي موضوع اللي هو البويضات غير، قلت لها شكرا. بويضات، تبرع ببويضات. طيب يعني أنت حابة إن احنا نشتغل معاكي في موضوع الإنجاب يعني أو الخلفة؟ شوف الأنسب، أنا جاي لحضرتك شوف لي الأصلح. يعني حتى الموضوع اللي أنت بتقول عليه ده هو نشوف الاول يعني، ربنا ييسر فيه لك. وشوف حضرتك بقى يعني، هو لو في امل، والامل طبعا بيد ربنا يعني مش ماشي خلاص. لو ربنا مش كاتبني ان انا اروح احمل خلاص هعمل ايه؟ طب ربنا، ربنا لو مش كاتب لك ان انت تحملي جوزك هيتجوز عليكي؟ هو قاعد هتتجوز عليها ولا ايه؟ يتجوز. ها؟ من حقه. هيبقى من حقه. هيبقى من حقه. انت شايفه كده يعني؟ طيب صلي على النبي، ان شاء الله كل مشكله وليها حل وربنا كبير جدا يعني ان شاء الله هنساعدك. احنا هنفكر ان احنا هنبدا الاول طبعا عشان مخزون المبيض ده ضعيف جدا. فكره ان احنا يبقى يتم تبرع ببويضات دي لحد من واحده تانية او من ام تانية، دي طبعا كونك انك رفضتي كده دي حاجه كويسه جدا منك، انك سبت من عند ربنا كويسه.
فاحنا هنقف جنبك ونبذل كل المجهود اللي احنا نقدر عليه عشان خاطر ما يحصلش دوت. فهنجمع اكبر قدر من البويضات، هنحاول معاكي مع مخزون المبيض ده ان احنا ندي تنشيط ونشوف هل التنشيط ده هيبقى فيه افاده منه ولا لا. لو التنشيط ده فيه افاده وطلع بويضات هنحاول ان احنا ناخدها ونعمل بيها جنين ونزرعه في الرحم. بس طبعا نسب النجاح لما يكون المخزون ضعيف بهذا المنظر نسب النجاح ضعيفة جدا، يعني نسبتها حوالي 10%. بس احنا هنبذل قصارى جهدنا. وانتفاخ بطنك الشديد اللي انت حاسة بيه خلال الفترة اللي فاتت ده، حاسة بيه جدا، انتفاخ البطن الشديد جدا والحاجات اللي عملت حرك في بطنك والوجع ده بسبب الاورام دي اللي هي انت سامعة صوتها ده دلوقتي. ده اللي انت سامعاه ده ابنك، وحضرتك حامل وحامل في السابع. نعم. وده قلب الجنين. نعم. حضرتك زوجتك حامل، واللي حضرتك شايفه دلوقتي ده بيلمع قدامنا ده، انا اطمنت على قلب الجنين كويس جدا قسما بالله. وده النبض بتاع البيبي، احنا بنهزر. ده قلب الجنين اللي بينبض. انت عيطتي جامد قوي، يعني عيطتي جامد قوي. ده قلب الجنين. انت بتهزر؟ ده قلب الجنين. وده ال انا حاولت ان انا يعني هي دلوقتي السابع يا دكتور. هي 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 حامل في السابع، وده قلب الجنين. وانا حاولت اجيب وش الجنين، هو الباشا حاطط يعني الايدين والايدين كلها على يعني على الوش. أيام يعني ايام ال 15 6 دي كان حامل. هي حامل وهي حامل كمان في ولد. بالله عليك اتكلم بجد، قسما بالله حضرتك حامل وحامل في ولد. وده القضيب، وده القضيب بتاعه قدامك هنا ده، والقلب اللي انا كنت بشوفه. وانا ده القضيب بتاع مين؟ خلاص هو انا اعمل لك ايه؟ اقوم لا ما تقوميش عشان انا بصور، فانا مش عايزك ان انت تبقي طالعه في التصوير بس كده يعني. الا لو انت حابه تطلعي في التصوير يعني براحتك يعني. شريف اه ايه والله بيتكلموا، انتوا بتتكلموا بجد؟ والله العظيم حضرتك حامل في السابع في ولد. انت طب انا مش نايمه؟ والله حضرتك مش نايمه بحلم؟ حضرتك حامل في السابع في ولد، وده الولد اللي احنا شفناه، ودي القلب بتاعه كويس جدا، المخ بتاعه اكتر من رائع، ما فيهوش اي مشكله خالص. تصوير والله العظيم بنتكلم بجد. مش هي ست كانت بتقول لك روحي تشوفي حد يتبرع بالبويضات؟ قالت لي والله، وانا قلت لها انا مش عارفه كده. وهي عندها حق، لان مخزون المبيض بتاعك ضعيف جدا جدا. ربنا ارادته اكبر من اي مخلوق. فالف مبروك ليك، وانا طبعا عارف ان انتم مخدودين خضه ما يعلم بيها ربنا. اقفلي بقلبي.